السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين. اليوم إن شاء الله فيديو جديد بغيت نشاركه معكم من مدينة القنيطرة كذلك. وبصراحة كنت في زيارة المستشفى، زيارة المريض في المستشفى الإدريسي، وهذا المستشفى قريبة من هاد الغابة الحضرية الساكنية كما كتشاهدوا معايا. بصراحة كنت خديت معايا ولدي جاد وقال لك بغا سيدي البارك، قلت علاش لا، لي منه ندخلوش للغابة يلعب شوية لأن فيها الألعاب، فيها منتزه زعما زوين بزاف. بصراحة في الأيام العطل ما كتلقاش بلاصتك هنا نهائيا، مع أن الغابة كبيرة بزاف كما كتشاهدوا معايا، كبيرة بزاف، فيها الألعاب، فيها واحد البحيرة كذلك، فيها المكان ديال المصلى فين كيصليو صلاة العيد. بصراحة كبيرة بزاف، خليكم معايا تشاهدوا الفيديو حتى النهاية مع هاد الموسيقى الشعبية كذلك، أنا متأكدة أنها غتعجبكم بزاف. خليكم معايا حتى النهاية الفيديو، وما تنساوش لي لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.